بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثالثة في قسم هندسة تقنيات الحاسبات، طبعا سلسلة مواضيع Engineering Analysis، المحاضرة الثانية راح تكون بعنوان Measure of Central Tendency، أو مقاييس اللي يسمونها مقاييس اللزعة المركزية. أعتقد معظمها معروفة لكم. الفقرة الأولى بهذه المحاضرة تكون هي The Arithmetic Mean، أو ما نقصد به المعدل أو الوسط الحسابي. نقصد بالوسط الحسابي ببساطة يعني، وهو إذا عندك مجموعة من الأشياء تجمعها تقسمها على عددين تطلع لك المعدل، مثل ما شلون واحد يطلع المعدل مال درجات الطلاب او اي شيء من هالقبيل هذا. فمثلا the mean of a set of n variable x1 x2 x3 xn mean of the n number of x1 x2 is denoted by x bar، يعني نرمز له بالرمز x bar. بمعنى اخر انه الx bar هو عبارة عن مجموع هذه الx1 زائد x2 زائد x3 زائد xn على الn. طبعا هذه اذا كان عندنا الداتا او مجموعة المعلومات المعطات هي بدون توزيع تكراري، يعني ماكو تكرارات، هاي الحالة السهلة مالته. اما اذا كانت تكرارات نفس الارقام الموجودة، خلينا نقول في المثال الاول بس x1 خلينا نفترض متكررة مرتين، x2 مكررة كذا مرة، x3 مكررة هلقد مرة وهكذا، فشو يصير الx bar؟ summation مال xi fi، xi fi على summation مال fi. لاحظوا هذه القانون مالته سميشن، هذا x bar سوينا سميشن f i x i على سميشن f i. هنا نفد مثال عددي توضيحي وبسيط للحالة لحالتين. الحالة الأولى عندما يكون عندنا العينة أو المعلومات أو الداتا المعطات يعني بدون تكرارات. find the mean of the number 8 3 12 10، فببساطة واحد يجمعهم 8 زائد 3 زائد 12 زائد 10 ويقسمهم على عددهم عادة اللي هو 5، فيطلع الوسط الحسابي مالتهم. لو فرضنا الآن مثال هذا اللي عندنا 6 8 5 2، كم رقم 6 و 8 و 5 و 2 occurs with a frequency 3 5 10 9، معناها الستة تكرارها 3 والثمانية تكرارها 5 والخمسة تكرارها 10 والاثنين تكرارها 9. فالاكس بار شو يساوي؟ انه سميشن اكس اي في الاف اي، يعني كل واحدة الظروف في تكرارها وتجمعهم وتقسمهم على مجموعة تكرارات. مجموعة تكرارات نال 3 زائد 5 8 و 10 18 18 و 9 27، فيكون summation fi xi على 27، يطلع الوسط الحسابي. هارمونيك مين هذا يعني او نقول الوسط التوافقي. الهارمونيك مين هو اهم ايضا مجموعة من المشاهدات المعرفة على هنقول مو العينة نفسها وإنما على المبدلة مالتها أو على مقلوبها، or the arithmetic average of the dispersal، المبادلة of the given values. بمعنى إنه الهارمونيك مين لمجموعة عينة من الأشياء يساوي إن الN يعني كأنما مقلوب على مو إذا كانت تعرف سميشن اكس اي على ان المين، الهارمونيك مين يساوي ان الان على سميشن واحد على اكس اي.
هاي عد من عد ما تكون عندنا خلينا نقول عينه مجموعه معلومات بدون تكرارات. اما اذا كانت مجموعه تكرارات هارمونيك مين نفس الشيء يساوي سميشن اف اي على سميشن اف اي على اكس اي. كان ذيك اف اي اكس اي على سميشن اف، هاي سميشن اف اي على سميشن اف اي على الاكس اي، كانما مقلوبها. هذا اكزامبل على الحالتين، هذا الحاله الاولى عندما ماكو تكرارات، هذه from the given data calculate the harmonic mean 5 10 17 24 و30. عددهم ايش كثر؟ عددهم 1 2 3 4 5، و 1 على اكس اي يكون نطلع كل وحده مثلا 1 على 5 زائد 1 على 10 زائد 1 على 17 زائد 1 على 24 زائد 1 على 30. هذا حتى يصير كل تجمعهم يصير المقام، والان انت عندك 5 ف5 على المجموع يطلع الناتج هو 15.526. اذا كان عندك تكرارات نفس العملية، هذه هنا عندك الدرجات مال خلينا نقول the marks لطلاب في احد الصفوف، يريد كل واحد يعني كل واحد درجته الدرجة كم بتكررة. مثلا الدرجة اللي واحد طالب ماخذ 20، اكو 4 طلاب ماخذين 20، الماخذ 21 طلاب، 2 ال22 ماخذين 7، ال23 طالب 1، ال24 طلاب، ال25 طالب 1. مثلا لحساب الهارمونيك مين اول شيء تحسب مجموعة الاف اي. اوكي الاف اي هو عندك عن 4 زائد 2 زائد 7 زائد 1 زائد 3 زائد 1 يطلع عندك الناتج 18. اوكي عندنا بعد شنو؟ عندنا بعد سميشن اف اي على اكس اي، بمعنى شنو؟ يعني تجمع الاربعة على 20 زائدا 4 على 20 زائدا 2 على 21 زائدا 7 على 22 زائدا 1 على 23 زائدا 3 على 24 زائدا 1 على 25، تجمعهم يطلع ناتجهم بالضبط هذا الموجود في المقام اللي هو 0.8216. وعندك التسميشن اف اي هو 18، فراح يصير عندك الهارمونيك مين هو 18 على 0.8216، يطلع الناتج مال هذا. هذا المين والميديان فد شغلة بسيطة، لأنه يعني معروف يعني كان معدل. الفقرة الأخرى في مقاييس النزعة المركزية اللي احنا نسميها اللي هي الميديان. الميديان نقصد به الوسيط. الوسيط لو عندنا مجموعة أشياء أو مشاهدات ورد نطلع الوسيط مالتها أرقام، خلينا نفترض درجات طلاب، درجات طلاب خلينا نقول 50 طالب 40 طالب، عدد من الطلاب ورد نطلع الوسيط مالتهم. أول إجراء نسويه لإيجاد الوسيط ترتيب الدرجات بشكل تصاعدي او تنازلي، واحنا غالبا ناخذ تصاعدي للسهوله، نبدا من اصغر درجه الى اعلى درجه. يعتمد هنا الان عندما يكون العدد مال الدرجات او مال المشاهدات فردي او زوجي. في كل الحالات خلنا ناخذ الميديان او ندرس الميديان، عندنا حالتين احنا عندنا في الحالات الحالتين. الحالة الاولى عندما تكون المجموعة المعلومات المعطاة هي غير مصنفة او مو بتوزيع تكراري، غير مبوبة على شكل توزيع تكراري. والحالة الاخرى عندما تكون العينة او الداتا مبوبة على شكل توزيع تكراري. اذا عندنا حالتين، في كل حالة من الحالات لازم نطلع الوسيط او الميديان. فانا جروبت
داتا يعني او المعلومات الغير ال 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 المتجمعة او الغير المبوبة. كيف نطلع الميديان؟ اول شيء، اول اجراء نسويه انه نحاول ترتيب المعلومات بشكل تصاعدي من الاصغر الى الاكبر. الشغله الثانيه، اذ ما يكون العدد مال المعلومات المعطاه مثلا هذولي خلينا نقول فردي، اذا فردي فالواحد ياخذ الوسط مالتهم، بمعنى انه مجموع العدد مالتهم خلينا نفترض فردي هو n، فالميديان يصير n زائد 1 على 2. مفترض خلينا نفترض مثلا هو 9، فيصير الوسيط مالتهم بعد ان رتبتهم تصاعديا الوسيط مالتهم راح يكون العدد الخامس وهكذا. فselecting the value of the middle number for the set containing an odd number، هاي عندما يكون العدد فردي. اوكي، اما اذا كان العدد مال المشاهدات زوجي راح يكون عندنا وسيطين في الحقيقة. خلينا نفترض عندنا 10، اذا عندنا 10 في الحالة راح تكون عندنا وسيطين اللي هم الخامس والسادس، فناخذ المعدل مال الخامس والسادس مثلا. فنقول for finding the value of the mean for two middle number for set containing an even number of numbers، يعني عندما يكون عدد المعلومات المعطاة او عدد الاشياء المعطاة زوجي فيكون عندنا وسيطين n على 2 وn على 2 زائد 1 اذا كان زوجي. خلينا نشوف مثال على هاي الحاله، او قبل لا نشوف المثال خلينا ناخذ الحاله الاخرى حتى بعدين نجي امثله عليهم سوا. عندما تكون المجموعه المعلومات مصنفه على شكل ابواب او على شكل توزيع تكراري او مصنفه على شكل معلومات، يعني 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 المعلومات مع تكراراتها. اول اجراء نسوي لكم هاي شكل خطوات، find the cumulative frequency. اول شيء طلع التكرار المتجمع. الشيء الاخر، عندما تطلع مجموعة التكرارات تجد مجموعة التكرارات، خلينا نفترض n، نفترض مجموعة التكرارات يساوي ان n، find n زائد 1 على 2، n زائد 1 على 2. هاي عندما شوف تكون عندنا عندما الحالة، عندما تكون الحالة عندما تكون الأعداد على شكل متقطع discrete series، متسلسلة واحد بعد الآخر. find n زائد 1 على 2 حيث n يمثل عدد المشاهدات. الآن see the cumulative frequency، لاحظ أو انتبه إلى التكرار المتجمع. التكرار المتجمع اللي قيمته أكبر من n زائد 1 على 2، أنت مو طلعت n زائد 1 على 2، لاحظ التكرار المتجمع اللي قيمته أكبر بقليل من الان زائد 1 على 2، فراح يكون هذا التكرار المتجمع أو التكرار المتجمع هو يمثل لك الفئة الوسيطية أو نعم الفئة الوسيطية. فالقيمة مالته المقابل للفئة الوسيطية اللي احنا قلنا عليها مال المعلومات الموجودة تمثل الميديان. خلينا نشوف المثال، قد يكون هذا الشرح ما يوفي بالكلام ولكن نحتاج، خلينا نشوف مثال بعدين ارجع لكم على الكونتينيوس سيريز. لاحظوا شباب هذا المثال،
example. Find the median for the following data. عندنا الحالات، عندنا هسه هذه، عندنا 25 18 27 10 8 30. لاحظوا ايش كم بالعين، ايش كم موحد عندنا موجود؟ ايش كم واحد موجود؟ واحد يحسبها، يحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدد فردي. اول شيء نرتب الاعداد تصاعديا، رتبناها تصاعديا 8 10 18 20 25 27 30 42 53. عددهم 9، 9 زائد 1 10، تقسيم 2 5، فاذا 5 1 2 3 4 5، اذا ال 25 راح يكون هو الميديان لان ترتيبه الخامس. لاحظوا. طيب هنا عندنا، هنا عندنا مثال اخر على عينه، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 يعني عددهم زوجي. نفس الشيء رتبهم، رتبناهم 2 5 8 10 12 18 22 30، عددهم 8، 8 تقسيم 2 4، اذا عندنا ترتيب 4 من هو 2 10 والخمسة، هذول الوسيطين 10 والخمسة. طيب العشرة والخمسة تجمعهم اثنيناتهم يصير ايش كثر؟ يصير 22، تقسيم 2 11، فيطلع لك الوسيط يساوي لنا 11. لاحظوا 10 زائد 22 تقسيم 2 الوسيط يساوي 11. المثال اللي كنا في صدد شرحه قبل شوية، مجموعة أرقام مرتبة، هي من أصلها مرتبة أو مجموعة أرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وكل واحد وتكراره، كل واحد وتكراره، 1 1 2 تكراره 5 3 عفوا 2 3 والثلاثة 5 والأربعة 6 والخمسة 10 وهكذا حد آخر شيء ال 12 تكراره 1. يريد نطلع الميديان. أول شيء نسويه نوجد التكرار المتجمع لهذه. شو رتبه؟ طبعا رتبه بشكل عمودي. شوف لاحظوا، بالنسبة للواحد تكراره واحد، إذا الكوميوليتيف فريكوينسي مالته واحد. الاثنين تكراره ثلاثة، الفريكوينسي أو الكوميوليتيف فريكوينسي هو عبارة هذا مال هذا مال 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 الاثنين يمثل لنا واحد زائد ثلاثة أربعة. ما الثلاثة تكرارها خمسة، ما الثلاثة تكرارها خمسة، التكرار المتجمع مالها يساوي إن أربعة زائد خمسة ويساوي تسعة. التكرار المال أربعة يساوي إن تسعة زائد ستة. التكرار مال الخمسة يساوي 15 زائد 10 وهكذا. طلعنا الفريكوينسي. نجي الآن احنا قلنا شنو ذولي؟ ذولي هذه سلسلة متقطعة او متقطعة ومنتهية. ايش كثر مجموعهم؟ 12. اوكي نجي الى مجموعة التكرارات. مجموعة التكرارات يمثل لنا شنو؟ يمثل لنا اخر سطر هذا اللي هو 60، هو يمثل مجموعة التكرارات الكتار المتجمع. طيب احنا شو نريد؟ قلنا شنو نطلع؟ ان زائد واحد على 2. اوكي ان زائد واحد 60 زائد واحد 61، تقسيم 2 معناها 30 ونص. 30 ونص من هو هذا؟ يمثل لنا هذا متوسط مجموعة التكرارات. طيب نجي نشوف هاي 30 ونص، نشوف التكرار المتجمع كون يقع ضمن هاي 30 ونص، من هو التكرار الذي يقع ضمن الثلاثين ونص؟ يعني اللي يكون just greater than 30 ونص، أكبر تكرار متجمع التكرار المتجمع اللي يكون أكبر من 30 ونص مباشرة، من هو؟ لحظة، هو 38.
47 هم أكبر، وال52 هم أكبر، كلهم ذولي أكبر، بس ناخذ شنو؟ ناخذ أكبر واحد بشكل مباشر بعد الثلاثين ونص اللي هو 38. طيب لما طلع 38 هو التكرار المتجمع، إذا معناها الستة هذه الستة هو اللي يمثل لنا الوسيط مال العينة. الستة هو يمثلنا الوسيط مال العينة. لاحظوا هذا الكلام. The commutative frequency just greater than 30 نص is 38 and the value of x قيمة x المقابلة لل 38 هي تمثل 6 مثل ما تشوفونها بالجدول أمامكم. إذن معناها الميديان راح يكون هو 6. هذا عند ما تكون عندنا مصنف التكرارات تكرارات بس ولكن على شكل عينة متقطعة، يعني مو فئات مو أبواب. الآن لو كان عندنا الأمور غير شكل، لو كان عندنا أبواب مثلا لفترض عندنا جدول تكراري، توزيع تكراري، توزيع تكراري، خلنا نقول مثلا هذا التكرارات المعطاة بجدول، عادة يعطى جدول مثلا هنا السطر الأول أو الفئة الأولى أقل من 100، معناها شنو أقل من 100؟ بخمسين، معناها من 50 إلى 100، من 100 إلى 150، 150 إلى 200، 200 إلى 250، وهكذا من 550 إلى 600، ومن 600 طبعا above and above يعني معناها 600 إلى 650، يعني احنا عرض الفئة معناها هسه واضح كثر عرض الفئة، معناها عرض الفئة 50. طيب عندما يكون عرض الفئة 50 ومطيك التكرارات مع كل فئة below 100 يعني من 50 إلى 100 التكرار واحد، 100 إلى 150 التكرارات 20، و 150 إلى 200 التكرارات 2. هذا هو يعطى حتى بالأسئلة يعطى لكم هذا الجدول يعطى. طيب يريد يقول calculate the median، شو نسوي مثل ما قلنا أول فقرة؟ أول شيء نسويه نوجد الكوميوليتيف فريكوينسي مثل ما شوفهم بجدول هذا الحقل الأخير، كوميوليتيف فريكوينسي مال الجدول كله، طلعنا الفريكوينسي. الفريكوينسي واحد مال الفئة الأولى واحد، مال الفئة الثانية 21، مال الفئة الثالثة 63، وهكذا آخر شيء 325. هذه مثل مجموعة التكرارات. هنا طالما عندنا أبواب بعد ما نقول N زائد 1 على 2 نطلعه، لا نوجد N على 2، نوجد N على 2. أوكي نجي إلى القانون السابق اللي إحنا تركناه وبعدين قلنا نرجع لكم على الأمثلة. لاحظوا لاحظوا continuous series the step given below are followed for the calculation of the median in a continuous series. أول شيء نطلع find the cumulative frequency، أوجد التكرار المتجمع. بعد شنو؟ find n على 2. طيب see the cumulative frequency the value first greater than n على 2، يعني شوف القيمة للتكرارات المتجمع اللي هو بالضبط أو بشكل مباشر يكون أكبر عن على 2. عندئذ الفئة المقابلة لهذا التكرار المتجمع اللي هو بشكل مباشر أكبر من على 2 راح تكون هي الفئة الوسيطية. The corresponding class interval is called the median class. لحساب الميديان أكو قانون ميديان يساوي أن ال زائدا البسط N على 2 minus M مضروب في C على ال F. كل واحدة راح نقول لكم شنو هي. ال L يمثل الحد الأدنى للفئة الوسيطية، ال N على 2 معروفة التكرار المتجمع مقسوم على 2، ال M الفئة الوسيطية عفوا الفئة أو التكرار المتجمع الذي يسبق
الذي يسبق التكرار المتجمع للوسيط. The cumulative frequency preceding the median. Okay. هسا نشوف مثال. مثلا طلعنا الان على 2، خلينا نشوفكم مثلا طلعنا الان على 2 مثلا 35 مره مثلا. اللي قبله من هو؟ اللي قبله مباشرة هو راح يكون الام. السي عرض الفئة. الاف the frequency of the median class. طبعا هالميديان كلاس عدنا شخصناه. الاف the frequency of the median class. طبعا الان مجموعة تكرارات. المثال اللي راح ناخذه على هذا، هذا كله شرحناه الامثلة. نجي لمثالنا هذا الان، هذا مثال نعود عليه. قلنا هذه الجدول معطاة. نجي الى الخطوة اللي يسويها ايجاد الكوميوتيف فريكوينسي للجدول كل المعطاة. طلعنا المجموع سميشن اف او الكابتل ان او مجموع الان يساوينا 325. ان على 2 معناها 325 تقسيم 2، تمام؟ 325 تقسيم 2 يطلع لنا 162.5 ان على 2. نجي نشوف ال 162.5 وين واقعة. 162.5 نشوفها واقعة ضمن ال 180. يعني ال 180 هي الفئة اللي تكون أكبر بشكل مباشر من ال 162.5. فإذا ال 180 مالتي هذه هي الفئة التي just greater than ان على 2 نمثل هي الفئة الوسيطية. إذن هسه هاي ال 180 هي الفئة الوسيطية. إذن معناها الفئة الوسيطية مالتي هي 250 إلى 300. نركز عليها هذه أو نحط عليها فد علامة معينة حتى ما نخطأ. علامة ستار مثلا تخلي عليها. إذن القانون ال L الحد الأدنى للفئة الوسيطية، الحد الأدنى للفئة الوسيطية هو 250. إذن ال L هي 250. N على 2 معروفة، إحنا قلنا 162.5. طيب small m الفئة أو التكرار المتجمع الذي يسبق ال 180 اللي هو من هو 118 small m. بعد شنو عندي؟ السي، السي هو عرض الفئة اللي هو 50. طيب بعد عندي شنو؟ الاف small f تكرار الفئة الوسيطية. من هو تكرارها؟ هو 62. طبق القانون. لاحظ L 250 N 325 ال F 62 C 50 وال M 118. طبق قانون L يساوي لنا العفو الميديان يساوي لنا L زائد N على 2 ماينس M كل القوس مضروب في C على ال F. لاحظوا ال L او بعد تعويض عن هاي القيم راح يطلع لك الميديان يساوي 250 زائد 162.5 ناقصا 118 على 62 لتكرار الفئة الوسيطية كله مضروب في 50 اللي هو عرض الفئة الوسيطية، ويطلع لك عبارة عن قيمته 285.89%. اوكي مثال آخر مطيك أيضا مجموعة جدول تكراري من 0 إلى 5، 5 إلى 10، 10 إلى 15، 15 إلى 20 وهكذا، كل وحدة تكراراتها. طلع الكوميوتيف فريكوينسي، طلعنا الكوميوتيف فريكوينسي. أوكي لاحظوا آخر واحد إيش كثر؟ 53.
ان على 2 53 تقسيم 2 يساوي 26 نص. طيب شوف 26 نص وين واقعه؟ 26 نص واقعه 26 نص واقعه ضمن ال 35، تمام؟ يعني اكبر توزيع او اكبر تكرار متجمع او التكرار المتجمع اللي يكون اكبر بشكل مباشر بعده ال 26 ونص. من هو؟ ال 35. من شخصنا ال 35، اذا هاي الفئه كلها هذه هي الفئه الوسطيه. اذا الفئه الوسطيه مالتي هي من 15 الى 20. اذا ال مالتي اللور هو 15، عرض الفئه 5، تكرار الفئه 22، التكرار الذي يسبق تكرار التكرار المتجمع الذي يسبق تكرار الفئه هو 23. ما عندي شيء بعد، راس نجيب عوض. اذا الميديان يساوي ان ال L، لاحظوا ال L 15 زائدا ان على 2 اللي هو قلنا 26 نص ناقصا التكرار الذي يسبق تكرار اللي هو 23، هذا 23 على التكرار الفئه مو هالشكل مال هذه اللي هو 12، كل ما ضرب فيه 5 يطلع لك الميديان يساوي لي 16.46. الموضوع الأخير بهاي المحاضرة اللي هو المود، هذا غالبا يكون سهل. كلمة المود تستخدم بشكل متكرر حتى احنا نقول عليه، يعني نستخدم في حياتنا اليومية. القيم الأكثر شيوعا خلينا نقول، أو الأكثر تكرارا بشكل العام. هذه إذا عندنا هم حالتين، عندنا الحالة عندما تكون عندنا مجموعة معلومات غير مبوبة، وعندما تكون عندنا معلومات مبوبة بشكل فترات. فالمود للمعلومات الغير مبوبة for ungrouped data or series of individual observation mood is often found by more inspections. شنو معناها؟ معناها هذا المود للمجموعة المعلومات الغير المبوبة هو خلينا نقول قيمة المشاهدة اللي تكون متكررة أكثر من مرة واحدة. قد يكون أحيانا مثلا ماكو ولا رقم متكرر، معناها ماكو مود. ممكن المود يكون صفر، وممكن أن يكون للمجموعة معلومات أكثر من مود. هسه راح نشوف أيضا، راح نشوف for grouped data. أيضا عندنا حالتين for grouped data. for discrete distribution for continuous distribution. بالنسبة إلى grouped data تأخذ أعلى تكرار، أعلى تكرار من أعلى تكرار هو أعلى تكرار يمثل أن هاي الفئة، إذن هي هاي الفئة المود كلاس يسمونه. for continuous distribution معناها هنا اكو فترات، هذه تخضع القانون، تخضع القانون. القانون شنو القانون؟ القانون مالتها المود يساوي ان ال L زائد F1 minus F0 مضروب في C على 2 F1 minus F0 minus F2. هذن كل وحدة تحتاج شغل. إذن هسه هاي حالة for continuous distribution معناها عندنا شنو؟ معناها عندنا جدول توزيع تكراري، معناها بفئات موجودة. فإذن الخطوات اللي نطلع بيها المود تكون كالتالي. لاحظ، أو قبل هذا خلينا نشوف المفاهيم الموجودة بالقانون شنو هي. الشغلة الأولى، أول شيء ال L يمثلنا the lower limit of the
مود كلاس. مود كلاس من هي؟ قلنا المود كلاس، المود كلاس هي الفئة التي تكون تحتوي على أكثر تكرار، أعلى تكرار. F1، لاحظ F1 the frequency of the mood class، تكرار الفئة اللي هو أعلى واحد، أعلى تكرار. F note the frequency of the class preceding the mood class، التكرار الذي يسبق تكرار الفئة الوسطى أو المود كلاس. F2 frequency of the class succeeding the model class، معناها شنو؟ التكرار الذي يلحق، F2 التكرار الذي يلحق تكرار الفئة الوسطى. C طبعا عرض الفئة. هذا بشكل عام. راح ناخذ أمثلة على كل حالة من الحالات. لاحظ عندنا مجموعة أرقام 2 7 10 15 10 17 8 10 2، بغض النظر عن ترتيب الأرقام، ما نلاحظ أنه العشرة متكررة أكثر شيء ثلاث مرات. شوفوا هاي وحدة وهذه وحدة وهذه وحدة، معناها شنو؟ معناها المود رأسا عشرة، رأسا المود عشرة. طيب in some case the mood may be absent، يعني قد يكون ما موجود، واحيانا يكون اكثر من مود. مثلا نجي حالة اخرى، عندك واحد، عندك 12 ب10 ب15 ب24 ب30، ماكو فد شيء متكرر، نو مود. هنا عندك 2 7 10 15 12 7 14 24 10 7 20 10، هنا عندنا شيئين او عددين متكررات وبنفس العدد، نفس العدد. عندنا من هم؟ عندنا السبعة، لاحظوا السبعة كم مرة؟ واحدة اثنين ثلاثة. العشرة ايش كم مرة؟ واحدة، تمام، اثنين ثلاثة. اذا السبعة والعشرة متكررات بنفس العدد وهن اكبر شيء. اذا هناك موديين عندنا، عندنا السبعة وعندنا العشرة. الآن لو كان عندنا توزيع تكراري، بمعنى فترات، بمعنى فترات وتكرار كل فترة، يعني بمعنى آخر عندنا مثلا class interval من 0 إلى 50، من 50 إلى 100، من 100 إلى 150، إذا معناها عرض الفئة واضح 50، عرض الفئة 50. الفريكوينسي هنا عندك 5 14 40 91 وهكذا. طيب هنا ما نحتاج لا مجموع الان ولا اي شيء. نجي اعلى تكرار، اعلى تكرار موجود هو، لاحظوا هو 150. اذا معناها لما اعلى تكرار 150، اذا معناها الفئة 200 الى 250 هي المود كلاس، المود كلاس 200 الى 250 هي المودل كلاس. نجي بعد شنو عندنا؟ نجي الاف نوت والاف وان والاف تو. لاحظ اف وان احنا شنو قلنا؟ قلنا عفوا هسه المودل يساوي ان ال زائد اف وان ماينس اف نوت في سي على 2 اف وان ماينس اف نوت ماينس اف تو. لاحظ ال L هو lower bound of the interval of the model class. احنا مو قلنا هذا هو 150، الحد الادنى هو راح يكون عندنا 200. طيب بعد شنو عندي؟ عندي بعد عرض الفئة 50 طبعا، عندي بعد التكرار الفئة الوسطى اللي هو F1، تكرار الفئة اللي هو نفسه من هو 150 F1. زين F نوت التكرار الذي يسبق تكرار الفئة الوسطى اللي هو من هو 91.
الاف 2 من هو 87. فاذا طبق 50 هو السي، 150 ناقصا 91 على 2 اف 1 2 في 150 ناقصا 91 التكرار هذا اللي يسبقه ناقصا اف 2 اللي هو 87، ويطلع لك الناتج كله يساوي لنا 224.18. هذه يمثل لنا المود. ادمن عندما تكون عندنا الجدول توزيع تكراري. مثال اخر، calculate the mood from the following frequency distribution، من 5 الى 10، من 0 الى 5، 5 الى 10، 10 الى 15 وهكذا. لحظة، 9، 10، 15، 16، 17، 15، 10، 13. منو أعلى تكرار؟ أعلى تكرار واضح هو 17. أعلى تكرار هو 17. إذن الفئة هذه 20 إلى 25 هي الفئة الوسطى. نجي نشوف المود. ال اللي مثل الحد الأدنى للفئة الوسطى، احنا مو قلنا 17 هو أز هذا، إذن معناها ال R هي 20، إذن ال R مالتي 20، زائدا عرض الفئة، عرض الفئة 5، إذن معناها C مالتي 5. F1 تكرار الفئة الوسطى اللي هو من هو 17 نفسه، ماينس F نوت التكرار الذي يسبق تكرار الفئة من هو 16. طيب بعد على 2F1 معناها شنو؟ معناها 2 في 17 ناقصا F نوت، F نوت منو هي؟ قلنا 16 ناقصا F2، F2 منو هي؟ 10. اوكي، حسابات بسيطة يطلع لك المود. هذه المعلومات لحساب المين، finding the mean for group data. احنا في وقتها قلنا المين هو summation fi xi على summation fi. الxi نقصد بها من هي الxi؟ احنا عندنا فترة ناخذ نقصد بها متوسط الفترة. فشو نقول؟ finding the mean for the grouped data، إذا عندنا داتا مجموعة معلومات على شكل توزيع تكراري، توزيع تكراري. طيب لو معنا توزيع تكراري راح يكون عندنا بشكل التالي، جدول سوي جدول تكراري اللي هو العمود الأول يمثل classes، العمود الثاني يمثل frequency، العمود الثالث يمثل الميد كلاس اللي هو الاعلى مال كلاس، الاعلى ما زائد الادنى تقسيم 2، والعمود الرابع اللي هو حاصل ضرب التكرار في متوسط الفئة طلعناه. find the midpoint of each class، midpoint يعني مثل ما قلت لكم القيمة الوسطى للفئة. multiply the frequency of the midpoint for each class and بعدين اجمعهم. طيب من تاخذ مجموعهم قسم مجموعهم كله على الان. هذا مثال كيفية ايجاد الوسط الحسابي المين. عندنا 55 الى او 5.5 الى 10.5، 10.5 الى 15.5 frequency مالتهم. هذولي 5.5 إلى 10.5، 10.5 إلى 15.5 وهكذا. تأخذ الميد كلاس مالتهم، الميد كلاس مال 5.5 و 10.5 اجمعهم، 5.5 و 10.5 راح يصير مجموعهم 16 تقسيم 2 8 وهكذا، 10.5 و 15.5 26 تقسيم 2 13. إذن طلعنا الآن شو نسوي؟ نجمع النوبة.
8 في 1 زائد 13 في 2 زائد 18 في 3 زائد 23 في 5 زائد 28 في 4 زائد 33 في 3 زائد 38 في 2 تجمعهم كلهم على أساس البسط عندك يصير مجموعهم 490 على مجموع التكرارات على 20 يطلع لك الميديان يساوي 24.5. هذه مجموعة تمارين في الآخر حاولوا قدر الإمكان أنه تحلوها.